النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم يوم 14 عنده مباراة كبيرة، قمة التحدي، لاعب بطل أمريكا الجنوبية اللي لسه ما تحددش الطرف اللي هيلاعب باتشوكا، يعني لسه ما تحددش مين الأقرب. هيبقى بوتافوجو ده الأقرب اللي هيلاعب، والأقرب اللي هيلاعب النادي الأهلي كمان هو بوتافوجو، لكن الكرة ما نعرفش هتوصل بينا لفين، لكن ده الفريق الأقرب إن هو يلاقي النادي الأهلي. لكن إحنا في انتظار يوم 30 لتحديد من سيلاقي باتشوكا، وبعد كده هتقام المباراة ما بين باتشوكا وما بين الفريق اللي هيجيله، الكسبان فيهم هيروح يلاعب النادي الأهلي. أنا بشوف حاجات ما شفتهاش في حياتي. من حوالي 4 5 أيام رابطة النادي الأهلي في قطر بتستعد من دلوقتي، من 4 5 أيام، للدخلة أو التيفو اللي هيظهر للجماهير أثناء دخول النادي الأهلي أو نزول النادي الأهلي لأرض الملعب. قاعدين بيعملوا عليه بروفات وبيشتغلوا، جو رائع، حاجة فعلا يعني المصريين دول يعملوا أي حاجة في الدنيا. بس تحضيرات من بدري جدا، ناس شغالة بشكل كبير جدا.